البحر اختفى فجأة وتراجع عشرات الأمتار لمياه البحر على شواطئ مدينة الغردقة، و يعني قلة رواد الشواطئ على شواطئ مدينة الغردقة بسبب عملية الجزر التي تشهدها بعض الشواطئ، خاصة الشواطئ الشمالية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلغراف مصر في كل مكان. معكم محمد طه، مراسل موقع وجريدة تلغراف مصر من محافظة البحر الأحمر. بنرصد لحضراتكم ظاهرة الجزر وهي تراجع عشرات الأمتار لمياه البحر على شواطئ مدينة الغردقة، في ظاهرة وهي ظاهرة طبيعية تحدث من الحين إلى الآخر، وهي عملية الجزر تحدث ويحدث بها تراجع لعشرات الأمتار لمياه البحر، كما نشاهد مع حضراتكم يعني تراجع كبير لمياه البحر على شواطئ مدينة الغردقة كما تشاهد، وتحديدا الشواطئ الشمالية من مدينة الغردقة. عملية انحصار وتراجع مياه البحر بتكون في عملية الجزر، وهي ظاهرة طبيعية تحدث من الحين إلى الآخر، أما عملية المد هي عودة منسوب المياه إلى طبيعتها مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، في كل مكان فوجئ رواد الشواطئ العامة هنا في مدينة الغردقة في يعني الساعة الأولى من صباح اليوم، انحصار وتراجع عشرات الأمتار لمياه البحر، وذلك في عملية الجزر، وهناك عدم يعني الاستمتاع على شواطئ مدينة الغردقة، خاصة الشواطئ الشمالية من مدينة الغردقة، وبيكون ده تراجع لمياه البحر لعشرات الأمتار في لعملية الجزر، حيث شهدت شواطئ مدينة الغردقة اليوم تراجع وانحصار لمياه البحر بفعل ظاهرة الجزر. ومن جانبه أكد المهندس حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بمحافظة البحر الأحمر أن ظاهرة المد والجزر من الظواهر الطبيعية التي ترتبط بارتفاع وانخفاض مستوى مياه البحر والمحيطات بسبب تراجع وتقدم المياه، وترتبط مع تأثير جاذبية النظام الشمسي بشكل عام، وترتبط هذا الظاهرة مع الشمس والقمر على الأرض بشكل خاص. وأوضح المهندس حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري في محافظة البحر الأحمر أن تلك الظاهرة لها أهمية كبرى في تطهير البحار والمحيطات من الشوائب، كما أنها تساعد السفن على دخول المواني التي تقع في المناطق الضحلة. وأوضح مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بمحافظة البحر الأحمر أن بعض الشواطئ يحدث بها ذروتين متساويتين تقريبا لظاهرة المد وتهبط للجزر كل يوم، ويسمى ذلك بالمد نصف اليومي، موضحا أن بعض المواقع الأخرى يحدث بها ذروة واحدة لعدة وحدتين، وهي ظاهرة الجزر فقط كل يوم، ويسمى ذلك بالمد اليومي. مشاهدينا الكرام، زي ما ذكرنا لحضراتكم لظاهرة المد والجزر لديها فوائد عديدة، ومن ضمن تلك الفوائد لظاهرة الجزر التي تحدث الآن على شواطئ مدينة الغردقة كما نشاهد مع حضراتكم من خلال عدسة تلغراف مصر، يعني تقوم بتنظيف الشوائب والطفيليات الموجودة في البحار والمحيطات بطردها على الشواطئ. ولكن تستمر عملية الجزر لعدة ساعات، ثم تبدأ عودة منسوب المياه البحر إلى طبيعتها خلال الساعات المقبلة، وتسمى بعملية المد. السكان أو العاملين في المجال البحري هنا في محافظة البحر الأحمر بيسموا عملية المد
مد البحر عالي، البحر عالي عشان خاطر بتكون مستوى المياه مرتفع لمعدلاته الطبيعية، وبعض الأوقات بيعدي معدلاته الطبيعية. دي بيكون في ظاهرة المد اللي هي بتحصل بعد ظاهرة الجزر وعودة منسوب المياه. أما ظاهرة الجزر ديت بتكون يعني هي تراجع وانحصار لمياه البحر، ودي ليها فوائد وبيكون ليها بعض الأضرار البسيطة بالنسبة للصيادين والعاملين في المجال البحري. بسبب تراجع وانحصار منسوب المياه بيصعب على المراكب يعني الذهاب إلى الصيد في البحر بسبب تراجع منسوب المياه. أما من ضمن الفوائد انحصار المياه هي تنظيف وتنظيف قاع البحر من الطفيليات والشوائب الموجودة على الموجودة في داخل البحر. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، في كل مكان يعني عملية الجزر والمد بتحدث من الحين للآخر زي ما ذكرنا لحضراتكم، وهنا لها مسميات أخرى لدى السكان المحليين والعاملين في المجال البحري من محافظة البحر الأحمر، وهم يسمون يعني عملية المد، وهي عودة منسوب المياه إلى طبيعته بالمد أو البحر عالي. عشان كده بيكون منسوب المياه مرتفع عن معدلاته الطبيعية، وبعض الأوقات بيعدي المعدلات الطبيعية. ولكن زي ما حضراتكم شايفين يعني ظاهرة الجزر بتكون يعني صعبة أكتر على المصطفين ورواد الشواطئ العامة في محافظة البحر الأحمر بسبب عدم الاستمتاع والقدرة على السباحة بسبب تلك هذه الظاهرة. وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا يعني خلو الشواطئ من المواطنين، خاصة الشواطئ الشمالية لمدينة الغردقة. أما الشواطئ الجنوبية في مدينة الغردقة تتمتع بعملية المد الآن، ويعني ممتلئة أو منسوب المياه فيها منسوب طبيعي يسمح لرواد الشواطئ بالسباحة والاستمتاع بمياه البحر. أما الشواطئ الشمالية الآن من مدينة الغردقة تشهد لعملية الجزر، وهي انحصار وتراجع لمياه البحر زي ما حضراتكم شايفين، وهناك يعني عدم إقبال من المصطفين ورواد الشواطئ العامة على نزول البحر كما نشاهد ونتابع مع حضراتكم من خلال عدسة تلغراف مصر. مشاهدينا الكرام، في كل مكان وتراجع المواطنين عن الاستمتاع بالسباحة كما نشاهد ونتابع معكم من خلال عدسة تلغراف مصر. مشاهدينا الكرام، وكانت هناك بعض التعليقات لرواد الشواطئ العامة هنا في مدينة الغردقة، تساؤلات البحر راح فين. احنا حبينا نكون موجودين مع حضراتكم من خلال تلغراف مصر نوضح لحضراتكم تفاصيل تلك هذه الظواهر الطبيعية التي لا تمثل أي خطورة ولكن بيكون لها فوائد عديدة، رصدناها لحضراتكم من خلال هذا اللايف طبقا لتصريحات العاملين وخبراء البيئة البحرية في محافظة البحر الأحمر. رصدنا لحضراتكم تلك هذه الظاهرة. كنت معكم محمد طه، مراسل موقع وجريدة تلغراف مصر بمحافظة البحر الأحمر. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.